نزلوا اللبنانيين على المطار واستقبلوا الفنان المصري تامر حسني، غيبوا عن الوعي وجنوا ونطوا. تامر شو رأيك؟ يلا فنان تامر حسني بس اجى على لبنان، نزلت استقبلته بالمطار؟ طبعا اكيد. هيصت له؟ اكيد. شو عملت؟ هيا تامر هيا تامر هيا تامر جن. لا مش لقله هيك هديك كارشي يا بنت الايه. شو بتقول عن هالعالم اللي نزلوا وهيصوا وعملوا تامر؟ بينهم فاضيين وما عندهم هم، ما عندهم شغل، ربهم لحقوه كل العالم مثلهم. علم لحقوه على الاوتيل اوف هالقد. بعرف حدا اخذ رقم الغرفه كان بده ينام حده. واو شكرا لك. حبيبي تامر حسني بحبه، نجم الجيل صراحه. انا ما شفتش اللبنانيين بيفرحوا باي حد مصري. يا بنت الايه ايه جيتي انت بسرعه يا بنت الايه ليش ما بتحبوا للفنان تامر؟ ضل بس ما حستقبله على المطار. في كتير لبنانيين نزلوا تامر ولحقوا على الاوتيل، شو بتقول عنهم؟ بحبوه. شو بس لهالدرجه؟ بلكي بحبوه يا اخي بس لهالدرجه. بقى شوف هلا بس يجي عمرو دياب شو حيصير؟ اضرب بصير عمرو. عمرو ما حدا يورد معلم، انا خليني بالبيت. ايه بدي اعرف، نزلتوا استقبلتوا الفنان تامر حسني بس اجى على لبنان؟ ما بعرفه. خليني خلص السؤال بليز، ما تكسفني هيك بالطريقه. خليني بس اخلص اللي ما بتعرفه. رح ارجع. نزلتوا استقبلتوا الفنان تامر حسني بس اجى على لبنان؟ لا اصلنا استقبلنا وديع الشيخ. لو ما كان عندك امتحانات وصار لك الفرصه تنزلي تستقبلي تامر حسني، كنت نزلت استقبلتي؟ اكيد. انت هيصتي تامر تموره؟ لا مش لهالدرجه يعني. استقبلت فنان تامر حسني بس اجى على لبنان؟ لا لا ما نزلت، سمعت التيكت غالي يمكن. لا لا نزلوا استقبلوه على المطار، ما في تيكتس. لا 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 بدي استقبله. في كثير لبنانيين نزلوا وهيصوا وغبوا عن الوعي. لا لا مش هدف هيدا صراحه. ما بتحب تنزل تامر؟ لا لا ما بيهمني ولا شيء ولا شيء ولا شوي. تامر؟ لا والله ولا شوي حياتك. تامر؟ انا تامر حسني. مين نزل استقبله على المطار؟ مش عارف مين. مش عارف حضرتك مصري؟ مين نبيه بري نفسه نزل ولا ايه؟ انا صار لازم ودعكم. يمكن هيدي ما فينا نحطها كثير على الهواء. شكرا كثير لك، شكرا كثير لك. كنت بالشغل؟ لو كنت فرصه كنت نزلت؟ اكيد. تامر حسني انه مثل شخص كهيدا ما بيجي كثير على لبنان يعني. كنت تحمست وهيصت مثل ما عملوا اللبنانيين تامر؟ مش لهالدرجه يعني، اكيد هو فنان الكل بحبه بس مش لهالدرجه يعني. صار في حالات اخماء لحقوه على الاوتيل، هيدا اللي حابين نعرفه نحن. هل يا ترى كنت عملت نفس الشيء؟ لا مش لهالدرجه يعني، اوكي بنحبه بس مش لهالدرجه. لا نفوت على العجقه. ما في تامر.